أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نبدأها بالعناوين. موقع تابع للجيش الوطني يتحدث عن معركة في صعدة ستغير مجرى الحرب مع الميليشيا. عيدروس الزبيدي يؤكد فشل المجلس الانتقالي في طرح رؤيته للتحالف العربي. ومن الاتحاد، الميليشيا في صنعاء تحتجز 12 يمنيا بينهم أشخاص يحملون الجنسية الأمريكية. ومن الصفحة الأخيرة من صحيفة القدس العربي، قرية في السودان تطلق اسم ترامب على نوع من خراف العيد. أهلا بكم. حضور هزيل وإجراءات مشددة في ذكرى سيطرة المجلس السياسي على الحكم بصنعاء. موقع يمن مونيتور خصص أحد تقاريره للحديث عن واحدة من المآسي التي حلت باليمن، وقال إن قوات خاصة تتبع جماعة الحوثي والرئيس المخلوع أغلقت جميع المنافذ المؤدية إلى القصر الجمهوري الواقع في شارع القصر وميدان التحرير كحماية أمنية للحضور الخافت في حفل المجلس السياسي المشكل من قبل جماعة الحوثي وصالح بصنعاء. ونقل مراسل يمن مونيتور إن الحضور اقتصر فقط على ممثلين لأحزاب غير معترف بها من قبل لجنة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية في الجمهورية اليمنية كحزب الربيع العربي وحزب الحرية التنموي وحزب الكرامة وغيرها من الأحزاب التي ليس لها حضور شعبي. وأعلنت جماعة الحوثي وحزب المؤتمر الشعبي العام عن تشكيل مجلس سياسي لإدارة شؤون البلاد يتكون من 10 أعضاء، وللمجلس الحق في إصدار القرارات واللوائح اللازمة لإدارة البلاد ورسم السياسة العامة. اقتصاديا، يهتم موقع المصدر أونلاين بتبعات قرار تعويم العملة ويعنون: البنك المركزي يحدد سعر الصرف ب 370 للدولار و 97 للريال السعودي. وقال الموقع إن البنك المركزي اليمني حدد سعر الصرف الجديد للدولار الأمريكي عند 370 و 71 فلسا للبيع و 372.64 فلسا للشراء بعد يوم واحد من قرار التعويم، بعد أن ظل سعر الدولار الرسمي 250 ريالا. وبحسب نشرة للبنك نشرها على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، فإن سعر البيع للريال السعودي 97 ريالا و 96.87 للشراء. يتابع الموقع: يعاني السوق المصرفي في اليمن من شح الدولار الأمريكي بشكل حاد، حيث اختفى من المصارف وشركات ومحال الصرافة منذ مطلع أغسطس الجاري مع ارتفاع سعر الصرف. ترصد الكاتبة شيماء باسيد في محافظة لحج حياة بعض من شباب الحوطة الذين فقدوا حياتهم في سجون موزعة في عدن ولحج، وتقول إنهم فقدوا حياتهم تحت التعذيب أو لأسباب أخرى، وتبدي أسفها لما آلت إليه حقوق الإنسان في مناطق تتنازعها قوات مختلفة. وقالت الكاتبة: تم اعتقال الشاب ريمي علي صالح كضغط على أخيه المتهم بالانتماء إلى تنظيم القاعدة من أجل أن يسلم نفسه. ريمي بريء، ليس له صلة ولا علاقة بأي شيء، متزوج ولا أدري بالضبط كم عدد أطفاله، لكنه فارق الحياة بسبب التعذيب في السجن. الشاب حلمي يعمل حلاقا، وقيل إن سبب اعتقاله أن أحد المتهمين بالانتماء إلى القاعدة استدعاه إلى بيته من أجل أن يحلق له شعر رأسه، فذهب حلمي وحصلت مداهمة. هرب المطلوب أمنيا وتم اعتقال حلمي، وبعدها سمعنا خبر وفاته إثر ذبحة صدرية ولا تفاصيل مؤكدة حول ما حصل. أصيل أحمد ناجي فجعنا قبل قليل بوفاته، والأخبار تقول إنه نزيف في المخ. بالطبع شارك في الحرب وقاتل في جبهات لحج وعدن وأصيب أيضا، وعندما تم اعتقاله أطلق الرصاص عليه مباشرة جهة القلب لأنه حاول الفرار كما قيل. أعرفه وأعرف أسرته أعز المعرفة. أصيل شاب صغير وتم اعتقاله لاتهامات بالانتماء للتنظيم كأغلب شباب لحج الذين هم في المعتقل منذ شهور عديدة.
ولا نعلم ما مصيرهم ولا كيف يتم التعامل معهم داخل السجون أو ما هي الرؤية المناسبة لإطلاقهم من جديد في المجتمع أفراداً صالحين. ومع العلم أن هناك العديد منهم مجرد اشتباه واتهامات لا أساس لها من الصحة أو أنها غير مؤكدة. حين أفكر في شباب لحج الذين في السجون والذين أعرفهم شخصياً أو أعرف أهاليهم، أقف عاجزة جراء هذه القضية الشائكة، ولا أدري ما هو الدور الحقوقي والإنساني والإعلامي المناسب في هكذا قضية. الثلاثة هم من شباب الحوطة، نعرفهم وفجعنا بموتهم، ولا أقوى بأن نفجع بالمزيد. ميدانياً، عنوان موقع سبتمبر نت التابع للجيش الوطني في صفحته الرئيسية: بقوات من النخبة الجيش الوطني يستعد للسيطرة على مناطق شمال صعدة واقتحام المدينة. قال الموقع: تستعد قوات الجيش الوطني في محافظة صعدة للهجوم والسيطرة على مناطق شمال المحافظة تمهيدا لاقتحام المدينة. وكشف مصدر عسكري لسبتمبر نت عن تشكيل قوة نخبة في محور علب تستعد للهجوم والسيطرة على عدد من المواقع في مديرية باقم في إطار التحضيرات الحاسمة لاقتحام مدينة صعدة. قال المصدر إن القوات تستعد للهجوم مؤهلة أو التي تستعد للهجوم مؤهلة تأهيلا عاليا على الاقتحام والتدخل السريع والحرب الخاطفة والإنزال المظلي. وأكد أن الكتيبة ستنتقل إلى مسرح العمليات قريبا، وذلك وفق خطة عسكرية محكمة، وأن المعركة القادمة ستقلب موازين المواجهات مع الميليشيا جذريا. لا داعي للتذكير بأن العالم العربي يعيش أسوأ مراحله التاريخية، حيث انطفأ أي أفق للنهضة الفعلية التي تدفع بالدول العربية إلى واجهة الحداثة والتقدم. هكذا بدأ الروائي العربي المعروف وسيم الأعرج مقاله المنشور في صحيفة القدس العربي، مضيفا في جزء من المقال: بعد انهيار الإمبراطورية العثمانية وتمزقها كلياً وفقدانها لمساحات كانت تحت هيمنتها، جاء دور استيلاء الدول المستعمرة المنتصرة على ما اغتنمته من حروب مدسوسة في المشرق العربي شارك فيها العرب ضد أنفسهم في النهاية بتحالف معلن مع بريطانيا وفرنسا الباحثتين عن التمدد واحتلال السواحل للسيطرة على العالم ومنافذه التجارية. قبل أن تختم اتفاقيات سايكس بيكو المشهد العربي التراجيكوميدي، حيث نتج عن ذلك تفتيت للمساحة الأرضية العربية الشاسعة وتحويلها إلى كيانات صغيرة، مع زرع الصهيونية لإسرائيل كدولة في هذا العمق العربي المتماوج. تبع ذلك بعد سنوات نشوء الدولة الوطنية في أمكنة عدة، جمهورية أو ملكية بحسب الدولة الراعية أو الحامية. ففي الوقت الذي راهنت فيه فرنسا على الجمهورية كنظام مثل الحالة اللبنانية والسورية، رهنت بريطانيا على الأنظمة الملكية كالأردن ومصر والعراق والسعودية. لكن الدولة الوطنية التبعية للدول الاستعمارية العظمى تحولت داخلياً بعد الحرب العالمية الثانية، وتنامى الحس الوطني فيها والرغبة في التخلص والاستقلال النهائي والحقيقي بعيداً عن هذه القوى الإمبريالية والعنصرية المهيمنة في ممارساتها وجرائمها وحروبها ضد العرب. وتعمق الخلاف حول القضية الفلسطينية الذي جعلته بريطانيا وفرنسا قضية حيوية لهما من خلال البرامج والحلول المقترحة، مع تنامي المنافسة الغربية وأمريكا وروسيا والصين والصناع الجدد للسياسة والاقتصاد. فكان لابد لهذا الغرب الاستعماري أن يتحرك لأنه مجاله الحيوي، ولأنه رأى أيضاً أن مطالب الأجيال العربية الجديدة بدأت تفرض نفسها، ولابد من تخطي عقلية الهزيمة واستباق نشوء الدولة الوطنية والمواطنة التي كانت بصدد التكوين عربياً داخل صعوبات جمة. في العدد الصادر اليوم من صحيفة أخبار اليوم: الزبيدي يؤكد فشله في طرح رؤية المجلس على قيادة التحالف ويكشف عن لقاء بمصر. ومن تعز: معارك ضارية في الكدحة ومحيط مصنع الصمن والصابون والعشملة والصياحب بتعز. مدير إنتاج مصافي مارب: أزمة البنزين مفتعلة والمصافي لم تتوقف عن الإنتاج. ومن العاصمة المؤقتة: وفد بريطاني يزور قيادة القوات البحرية والدفاع الساحلي بعدن.
ولقراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. لا يبدو أن العام الدراسي الجديد في كثير من المحافظات اليمنية سينطلق في موعده المقرر في أكتوبر المقبل، نظرا وفق صحيفة العرب الجديد لرفض نقابة المهن التعليمية بدء التعليم قبل صرف مرتبات العاملين في وزارة التربية والتعليم والمتوقفة منذ حوالي 10 أشهر. ويؤكد المدرسون في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين بأنهم لن يذهبوا إلى مدارسهم بداية العام الدراسي الجديد في حال لم يستلموا رواتبهم. ومن هؤلاء أستاذ مادة العلوم عبد الله الذي أكد بأنه لن يتوجه إلى مدرسته إذا فشلت الحكومة في توفير مرتباته. يقول عبد الله للعرب الجديد: إنه من الصعب ترك أفراد أسرتي جياعا والذهاب لممارسة عمل لن يوفر له احتياجات أسرته، لقد صبرنا لفترة طويلة ويجب إيجاد حلول لوضعنا الحالي. لافتا إلى أنه سيستمر في ممارسة بعض الأعمال الأخرى لتوفير المال، يضيف: يلمنا بعضهم ويقولون بأننا نخون عهدنا وواجبنا نحو وطننا عندما نترك طلاب اليمن بلا تعليم، لكنني أتساءل كيف يريدون مني أن ألتزم بتقديم خدمة التعليم لأبنائهم وأنا لا أستطيع توفير الرغيف لأبنائي. وحول انتهاكات ميليشيا الحوثي والمخلوع، تقول صحيفة الاتحاد نقلا عن مصادر محلية يمنية إن عناصر تابعة للميليشيا الحوثي احتجزت 12 شخصا في العاصمة صنعاء بتهمة التجسس لصالح قوات التحالف العربي والولايات المتحدة الأمريكية. قالت مصادر لوكالة الأنباء الألمانية إن الميليشيا احتجزت 12 يمنيا بينهم أشخاص يحملون الجنسية الأمريكية بتهمة التجسس. وأوضحت المصادر أن المحتجزين صحفيون وموظفون لدى الأمم المتحدة، مشيرة إلى أنهم محتجزون داخل مبنى الأمن القومي. وفي السياق نفسه، أطلق صحفيون وناشطون حملة إلكترونية على موقع التواصل الاجتماعي مطالبين فيها بسرعة الإفراج عن الصحفي والناشط اليمني هشام العميسي وهو أحد المحتجزين لدى الأمن القومي. يتساءل عضو اللجنة الوطنية الصينية لمجلس التعاون الأمني في منطقة آسيا البيسيفيكي مينغاو تشاو في مقال أعاد الغد نشره: هل تقوم الولايات المتحدة بضرب كوريا الشمالية؟ ويقول الكاتب: من الواضح أن صبر دونالد ترامب نفد مع كوريا الشمالية، وقد حذر مؤخرا مستخدما لغة غاضبة غير معتادة من رئيس للولايات المتحدة. وأيا كان الإجراء الذي قد يقرر ترامب اتخاذه، فيتعين عليه أن يدرك أن المخاطر بالغة الجسامة ليس فقط بالنسبة لشبه الجزيرة الكورية، بل وأيضا عندما يتعلق الأمر بعلاقة أمريكا مع الصين. يشير أحدث اختبارين أجرتهما كوريا الشمالية للصواريخ الباليستية العابرة للقارات الشهر الماضي إلى أن كوريا الشمالية تمتلك الآن القدرة على ضرب الولايات المتحدة القارية. وقد خلصت وكالة الاستخبارات الدفاعية الأمريكية إلى أن كوريا الشمالية ربما نجحت بالفعل في تطوير رأس حربية نووية مصغرة يمكن تسليمها على مثل هذه الصواريخ. ويتوقع خبراء من جامعة جونز هوبكنز تجربة نووية سادسة في أي لحظة. والآن أقر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالإجماع أقسى عقوبات ضد كوريا الشمالية حتى الآن. ويحظر القرار صادرات كوريا الشمالية من الفحم والحديد وخام الحديد والرصاص وخام الرصاص ومنتجات الأطعمة البحرية، والتي تشكل في مجموعها ثلث إيرادات التصدير السنوية الضئيلة مسبقاً، والتي تبلغ 3 مليارات دولار. كما يحظر القرار على الدول إصدار تصاريح جديدة للعمال الكوريين الشماليين في الخارج الذين يشتبه في أن أجورهم تساعد على تمويل البرامج النووية والصاروخية. ولكن لا يبدو حتى الآن أن العقوبات تخلف الأثر المقصود، وقد هددت كوريا الشمالية بأن يكون ردها الانتقامي ضد الولايات المتحدة أشد بآلاف المرات. الرسالة واضحة: إن الولايات المتحدة جاهزة للقتال إذا لزم الأمر،
بطبيعة الحال يظل تجنب مثل هذه المعركة أفضل رهان للعالم، وهي حقيقة يبدو أن إدارة ترامب المضطربة نفسها تعترف بها. من الصفحة الأخيرة لصحيفة القدس العربي: قرية في السودان تطلق اسم ترامب على نوع من خراف العيد. قالت القدس: ترامب اسم أطلقه وسطاء البيع في أسواق الماشية في العاصمة السودانية الخرطوم مؤخرا على نوع من الخراف المحلية دون الإفصاح عن دواعي إطلاق الاسم، وهل ذلك يرجع لأسباب سياسية أم اقتصادية. وتضيف الصحيفة: يبدو أن الاسم بات متداولا بين الناس، سيما وأن أسواق الماشية تشهد إقبالا بسبب اقتراب عيد الأضحى. ونشر صحفي سوداني تعليقا على حسابه على وسيلة التواصل الاجتماعي الفيسبوك، ورد فيه أن من سيذهب لأسواق الماشية سيفاجأ بخروف محلي يحمل اسم ترامب. البعض كتب متفاعلا بأن التسمية ربما تغير سعر هذا النوع من الخراف، وأحد المعلقين أبدى تخوفه وسخريته من تأثير هذه التسمية في حال بلغت أسماع ترامب على القرار الأمريكي الخاص بالحظر على السودان والمتوقع أن تعلنه إدارة ترامب في أكتوبر المقبل. ووفقا لمصادر عديدة، فإن أصل التسمية يعود إلى إحدى القرى السودانية. صحيفة الشرق الأوسط في أحد عناوينها علقت حول موضوع زوجة رئيس زيمبابوي تسلم نفسها لشرطة جنوب أفريقيا. قالت الصحيفة إن السيدة الأولى لزيمبابوي غريس موغابي سلمت نفسها للشرطة في جنوب أفريقيا بعد أن تردد أنها أهانت امرأة في فندق في جوهانسبورغ. وتوجد غريس ذات 52 عاما زوجة رئيس زيمبابوي روبرت موغابي في جنوب أفريقيا حاليا لعلاج إصابة في الكاحل لحقت بها خلال حادث سير. وقالت المرأة التي اعتدت عليها زوجة الرئيس: عندما دخلت غريس لم أكن أعلم من تكون، وتقدمت وهي تحمل سلك كهرباء وبدأت تضربني به. وتفيد التقارير بأن الحصانة الدبلوماسية لن تحمي موغابي لأنها كانت في جنوب أفريقيا وفي رحلة خاصة. وقال مابولا إن موغابي سوف تمثل أمام القضاء قريبا. يشار إلى أن غريس موغابي واحدة من المرشحين المرجحين لخلافة زوجها الذي يحكم زيمبابوي منذ عام 1980. دراسة: الغضب والكراهية قد يصبحان سببا للسعادة. عنوان لموقع شبكة البي بي سي، والتي قالت في تفاصيله: خلصت دراسة علمية حديثة إلى أن الشخص يكون أكثر سعادة عندما تنتابه المشاعر التي يريدها، حتى لو كانت هذه المشاعر غير سارة مثل الغضب والكراهية. ووجدت نتائج الدراسة التي جمعها فريق دولي من الباحثين أن السعادة هي أكثر من مجرد شعور بالمتعة وتجنب الألم. ووجد الباحثون أنه في حين أن الناس بصفة عامة يريدون أن تنتابهم مشاعر أكثر سعادة، فإنهم يتمتعون بأكبر قدر من الارتياح والرضا في الحياة إذا كانت العواطف التي يشعرون بها تتطابق مع ما يريدون. وقالت مايا تامر الباحثة الرئيسية للدراسة والتي تعمل بالجامعة العبرية في القدس للبي بي سي: إذا كانت تنتابك المشاعر التي ترغب في أن تشعر بها، إذن فأنت أفضل حالا. وزير خارجية أمريكا ومستشار الأمن القومي في عهد ريتشارد نيكسون هنري كيسينجر كتب مقالا مهما عن تغيرات الشرق الأوسط، محذرا من خريطة نظام عالمي جديد سوف تنطلق من هذه المنطقة المشتعلة. وقال في جزء من المقال الذي أعادت الحياة نشره: النظام العالمي مهدد بانفراط عقده والانحلال على أطراف الشرق الأوسط. فالنظام الفستفالي الذي برز في هذه المنطقة عند نهاية الحرب العالمية الأولى يترنح وتنهشه الفوضى، ولم تعد 4 دول شرق أوسطية سيدة، وصارت سوريا والعراق وليبيا واليمن ميادين معارك فصائل تسعى إلى الغلبة والحكم. وفي مناطق شاسعة في العراق وسوريا أعلن داعش، وهو جيش ديني متطرف عقائديا، معاداة الحضارة المعاصرة الحديثة، وهو يسعى عن طريق العنف إلى التربع محل النظام الدولي وتعدد دوله، وإحلال محله إمبراطورية إسلامية واحدة تحتكم إلى الشريعة،
ولا أعداء وأصدقاء في الشرق الأوسط اليوم، فخصم العدو ليس صديقا بل هو عدو، ويخلف تقلب أحوال الشرق الأوسط وتذبذب أيديولوجياته أثرا في العالم، وحرب العالم الخارجي على داعش هي مثال على ذلك، وشطر راجح من القوى غير الداعشية بما فيها شيعة إيران والدول السنية البارزة يجمع على الحاجة إلى تدمير داعش. ولكن أي كيان سيرث إقليم التنظيم هذا؟ أهو تحالف سنة أم دائرة نفوذ تهيمن عليها إيران؟ وجواب السؤال هذا عسير، فروسيا ودول الناتو يؤيدون فصائل متباينة. وإذا احتل الحرس الثوري الإيراني إقليم داعش أو قوى شيعية يدربها ويديرها، برز حزام بري من طهران إلى بيروت قد يؤذن بإمبراطورية إيرانية متطرفة. إذا أراد الغرب مواصلة التدخل من دون الاستناد إلى خطة جغرافية سياسية، تعاظمت الفوضى. وإذا انسحب نظريا أم عمليا في الواقع على نحو ما كان يرغب في العقد الأخير، لا تقوى قوى عظمى مثل الصين والهند على تحمل الفوضى على حدودها أو الاضطراب في الداخل، وستتدخل تدريجيا إلى جانب روسيا وتحل محل الغرب، وهذا يطيح أنماط السياسة العالمية التي أرسيت في القرون الأخيرة. جولتنا المصورة لهذا اليوم من صحيفة الديلي تيليغراف، والتي نشرت مجموعة من الصور المتنوعة من مختلف أنحاء العالم لأحداث متنوعة. نتابع. بهذه المجموعة من الصور والصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نتابع وإياكم مجموعة من رسوم الكاريكاتير. في أمان الله.